اتكسرت رجله حقيقي يعني. انا شايف سيادتك عمال بتخسر من اول ما قعدت، امال هتشتري الفراخ منين؟ البركه في البنوك، تدي له اللي هو عايزه باشاره واحده. كله على البنوك. كله على البنوك. كله على البنوك. كله على البنوك بقى. كله على البنوك. كله على البنوك. ايه؟ كله على البنوك. ايه؟ كله على البنوك. ايه؟ كله على البنوك. ايه؟ وفاكرنا ايه؟ ايه؟ كله على البنوك. سلام يا ادم مرسي، لو حد من البهوات دول شغلك اي شغلانه مش الشغل بتاعهم، فراخ، كتاكيت، عصافير، اي حاجه، الواحد كان يبقى مليونير في يوم وليله. مصيبه ان هم ابويا وبتاع زعلانين مني علشان سيبت الحكومه. الحكومة. كله على البنوك. ايه؟ كله على البنوك. وفاكرنا ايه؟ ايه؟ كله على البنوك. يا لهوي يا الزبط يا الزبطك يا متعة، يا خرباتك يا متعة، اللي حصلت يا راجل انك تتجوز عليا؟ طب وحياة النبي، ما انا قاعدة معاك بعد النهاردة. شوف ايه يا بنت، ما نشوف ايه يا بنت في حكايه. يا بتعة يا بتعة، ما تبقيش طايشه ومجنونه. يا نهر، اللي انا بعمله ده علشانك وعلشاننا كلنا. يا الكلام اللي بتقال في الحته ده مظبوط؟ عجبك؟ اصواتك فضحنا في كل الحته. يعني انت اتجوزت يا مرسي؟ يابا هو انا اول واحد اتجوز على مراته؟ ما الحاج مصطفى الجزار متجوز ثلاث، وابراهيم الفران عنده جوز وبيدور على جوز ثاني. اخرس، مستحيل تكون انت مرسي اللي ربيته. انا كنت حاسس انك بتضيع مني يوم بعد يوم. انت شطان. شطان يابا، عشان عايز اعيش وعايشكم معايا في العز والخير. يقول الخير اللي يجي من وراه، وكان بيقول انه رايح يشتغل في اللي ده. يا لهوي، اتبيح يا اختي ضاع مني وراح. يا لهوي يا بتعة، اصل ده مرتبط بده، العمليه كلها بتكمل بعضيها. يا ابني حرام عليك، تفصل قلب مراتك وامك وابوك، دي الست مالهاش الا دخلت جوزها عليه. وانا قلت مش هدخل يوم، انا قلت مش هدخل يا بنت. تدخل ما تدخلش، مالكش دعوه بيا بعد النهارده. حرام عليك. الله يا بنت، ما دام يا اخويا مش هيفاجئك يا ستة، خلاص كل واحد منا يروح لحاله بقى. عيشه ايه؟ عيشه ايه اللي انت بتقول عليها؟ انت فاكرين العيشه اللي انتوا عايشينها دي عيشه؟ انتوا عايشين تحت الارض ب 10000 متر، ولو فضلتوا على افكاركم دي هتفضلوا تحت الارض على طول. وعشان تبقى المساله صريحه قدامكم، انا ما عنديش استعداد ادفن نفسي بالحي. انا خلاص حطيت رجلي على طريق العز، اللي عايز يمشي معايا اهلا وسهلا، مش عايز سكه السلام. ما تزودش ولا كلمه، اتفضل اطلع بره، مش عايز اشوف وشك تاني بره. يابا عيب، ما تزقش كده، ما صح تحرم عليا عيشتك طول ما انا موجود. قلبي وربي غضبان عليك في يوم القيامه. بره بره. بس يا بنتي، ربنا موجود. سلوى سلوى، الهانم مشغوله. وطي صوتك. مشغوله في ايه؟ معاها الفهم بيه، بيتناقشوا في امور هامه. بيتناقشوا فين؟ انا مش شايف حد هنا. في اوضه النوم طبعا. اوضه النوم ده ايه؟ عيب يا مرسي بيه، ما يصحش. اوض النوم ليها حرمه برضه. يعني ايه يا عباس؟ يعني حضرتك تقعد هنا تتسلى عقبال الهانم ما تنزل لوحدها. اتسلى؟ انت جيت يا مرسي؟ اهلا يا مرسي، وحشت يا راجل. اصله قاعد في النادي ليل ونهار. يا ستي خليه يتمتع بحياته. قول لي يا مرسي، انت مبسوط في الجواز؟ طب استاذن انا. مع السلامه. الله يسلمك. ايه اللي جاب الراجل ده هنا دلوقتي؟ انت اتغديت حبيبي ولا هتتغدى معايا؟ كنتوا بتعملوا ايه في اوضه النوم؟ بسألك، انت اتغديت ولا هتتغدى معايا؟ وانا بسألك، كنتوا بتعملوا ايه في اوضه النوم؟ دي مش محتاجة سؤال. راجل وست في اوضه النوم هيكونوا بيعملوا ايه؟
مش ممكن، مش معقول. ايه هو اللي مش ممكن مش معقول؟ مستحيل تكوني كده يا سلوى. يعني انا مش اول راجل في حياتك، مش هتكون اخر راجل. امال كنت بتلطمي خدودك وهريتي نفسك مليارات ليه في اسكندريه بعد ما حصل اللي حصل؟ ما انا زي غيري. ارجوك يا مرسي، مفيش داعي تجرحني اكتر من كده. انا مش قادر اصدق نفسي لغايه دلوقتي. انت اكيد بتهزري. هي دي الحقيقه، واحسن تعرفها النهارده قبل بكره. الله، ليه طيب؟ ده انت طول عمرك نجمه في السما السبعه، مليون نفر كانوا يتمنوا يتجوزوكي ويقدموا لك الحياه الطاهره الشريفه. عايزني اقول لك ايه؟ عايزني اقول لك نفس الاسطوانه اللي بتقولها كل واحده؟ عايزني اقول لك اب مريض وام عاجزه واخوات غلابه؟ لا، ما كانش في اب مريض ولا ام عاجزه ولا اخوات غلابه عايزين حد يصرف عليهم. كان في انا، كنت عايزه البس فساتين واركب عربيات ويبقى لي فيلا شيك زي ايدي. كنت عايزه اعيش. باختصار، عملت اللي انت بتعمله دلوقتي. بس دي جريمه فظيعه. جريمه فظيعه ليه؟ عشان انا واحده ست، مش كده؟ طب وانت؟ انت اللي سبت مجتمعك وبيتك واهلك وسبت مراتك، ما هيش جريمه ليه؟ صدقني يا عزيزي، احنا الاتنين زي بعض، بس كل واحد فينا ارتكب الجريمه بطريقته. عموما دي حياتي مش عايزه اغيرها. لو حبيت ان احنا نتطلق انا ما عنديش مانع. نتطلق؟ ايوه نتطلق، وكل واحد فينا يروح لحاله. اعتبر نفسك كنت في اجازه من الفقر كام يوم. عن اذنك، انا تعبانه وعايزه استريح. جرايه بس يا استاذ مرسي، ما انت عارف ان في الدنيا مفيش حلاوه من غير نار. حتى انت كمان بتتكلم عباس. وما تكلمش ليه بس يا استاذ مرسي؟ ما انا الاخر كان حالي عدم وما كنتش لاقي اكل، فتحت عينيا وطاطيت البصله واديك شايف اهو، بقيت سفراجي محترم وعايش اخر تمام. سفراجي اه، لكن محترم ما افتكرش. يا سيدي ما تدقش في التسميه، المهم انها مستوره وجيبي مليان فلوس. كرامه الانسان وضميره. واحنا احسن من غيرنا؟ كرامه الانسان؟ اديك شايف الضيوف اللي بيجوا شكلهم ايه؟ متنازلين، جاهزين، مستعدين يتنازلوا كمان وكمان كل ما تجيلهم اي فرصه. وانت دلوقتي بقى قشيتك معدن وعالي العال، هتسيب ده كله بقى وتروح فين؟ تقدر تقول لي؟ مصيبه اللي انا اتطردت من بيت ابويا. اديك قلتها بعظمه لسانك. يعني لا شغل ولا مأوى. بلاش عند يا استاذ مرسي. فكر بالعداوه وسيب العجله تدور. هتبص تلاقي نفسك بقيت فوق قاعد ومدلل رجليك على العالم كله. صعب عليا يا عباس. ولا صعب ولا حاجة، الحكاية بمنتهى البساطة، تسمع وتشوف من غير ما تتكلم ولا كلمة.
هتطلق؟ فضلك بعد كده لو عندك ضيوف يبقى ادينا خبر عشان ما اجيش واحرق نفسي. مرسي مبروك، انا حامل هتبقى اب. مبروك يا مرسي بيه، جالك ولد الخالق الناطق حضرتك. بصيت له كويس يا عباس؟ الا بصيت له طبعا، بصيت شبهي مش كده؟ اه واخد رجولتك وجمال الست والدتك وكمان واخد رجولتي. بقول ايه اللي انا عايزه حضرتك، تلاقيك كنت خايف عليها قوي وهي بتولد. حد ما يخافش على مصدر رزقه يا عباس. يا سلام، هو ده الزواج السعيد صحيح. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. مبروك يا مرسي. عقبالك يا نرجس لما تخلفوا ذرية صالحة من أبهات محترمين زي حالاتي. بطل هزار بقى وروح شوف البيبي في أوضة الأطفال. مش لما أطمن عليك الأول؟ أنا بخير. كلها كام يوم وأخرج من المستشفى. تعال يا مرسي، تعال متع عيلك بضناك. لا والضنا غالي يا نرجس. أنت هتقول لي؟ تعال بوريهولك. لا خليك أنت، يمكن سلوى تحتاج لك في حاجة. طب والنبي يا مرسي، وأنت بتبوسه ابقى سني. قلبي يعملوها كبار ويقعوا فيها صغار. يا صاحبي يا ترى انت ابن مين بالظبط؟ مصيبه انك انت نام هادي ولا على بالك. انت هيهمك ايه؟ بقى ليك اب رسمي والمسائل اخر تمام. تعرف فيك شبه من زكي بيه؟ لا ايدك بس هي اللي شبه ايده. عينيك بقى عينين فتح بيه. مناخيرك مناخير فهمي بيه على رمزي بيه. شعرك بقى قمر الخالق الناطق شعر الحاج محمد بتاع البسبوس. ولسه لما هتكبر بقيه المساهمين هيبانوا. الغريبه يا اخي فيك شباب من كل الناس الا مننا، وبالرغم من كده فانا ابوك قدام الناس وقدام الحكومه. شفت الحلاوه؟ مبروك جالنا ولد. المهم هي زيها؟ هي بخير ومستناك في اوضه 7. طب متشكر.